يا جماعه ده فخر ليا ان انا اكون في سوريا. انا بقالي 5 مرات بحاول ان انا ادخل سوريا والحمد لله دخلت سوريا. بس عايز اقول حاجه بس، وانا داخل الملعب دلوقتي احنا في مخيم، وانا داخل الملعب سمعت واحد بيقول بيكلم صاحبه، يعني ده اللي انا هقوله بس، بيقول بيصير عنا امل لما بنشوف ناس زي دول بييجوا هنا يزوروا. اجيال ورا اجيال هتعيش على حلمنا، واللي نقوله اليوم محسوب على عمرنا. صلى الله صوت عالي صلى الله كمان صلى الله على محمد صلى الله. انا محمد كندو، جيت انا واصدقائي بعض المنشدين من اسطنبول الى الشمال السوري مع وقف الديانة التركي على مخيمات وبعض الاماكن اللي تدار من خلال وقف الديانة التركي. اكثر شيء مؤثر هم الاطفال، يعني في اطفال مبين عليهم الفقر ووضعهم صعب، يعني عم بيحاولوا الوقف بشكل عام يحلوا هاي الامور، عم يعني يشتروا لهم في مأمنين لهم ثياب ألبسة للناس المحتاجين، لكن ان شاء الله الامور من افضل لافضل ان شاء الله. الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا بداية أعجز عن الشكر أنا كسوري لتركيا ولوقف الديانة على كل ما يقدمه لهذول الأطفال. أطفال مثل الورد بحاجة رعاية، بحاجة تعليم، بحاجة حنية. وقف الديانة الله يجزيه الخير عنده مجموعة مشاريع طلعنا عليها، مشاريع رائعة ومنظمة، ومع هيك البلد بحاجة كثير من الدعم، الكثير من المساندة. كل ليرة عم نقدمها هن بحاجتها. يعني اجتمعوا حولنا الأطفال، أنشدنا لهم، فرحوا فينا، شفنا مدارسهم، شفنا مخيماتهم. أسأل الله عز وجل أن يرفع الغمة عنهم ويفرج همهم، يكرمنا دائما نكون في خدمتهم. يا رب يا رب تجعل هالزيارة هي في صحائفنا وصحائف وقف الديانة وكل من يبذل لصالح السوريين. السلام عليكم ورحمة الله.